يعني كأن هذا الواقع كان يستحضره النبي صلى الله عليه وسلم عندما أوصى بزيارة المساجد الثلاثة لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث، وذكر المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. فالسيدة ميمونة في حديث رواه الإمام أحمد والطبراني قالت فإذا حيل بيننا وبينه، يعني إذا صارت هناك عوائق مادية تمنع زيارته، قال فإن تبعثي زيتا يوقد في قناديله، يعني لو أقل ما عندك إن تدزين يعني وقود لإنارة هذا المكان. فأنا أقول بالحقيقة ما فعله هناك أيضا كويتيون، يعني في بالحقيقة إحدى مساجد القرين تحاططوا أهل المسجد من رجال ونساء مصلين مرتادين المساجد، وقالوا إحنا الآن إيش نقدر نسوي شيء عملي للمسجد الأقصى، فقالوا أفضل شيء نسوي عن طريق إحدى اللجان الخيرية، يعني بالحقيقة المرخصة والمشرفة عليها الدولة، أظن عن طريق الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، اشتروا باص لنقل الفلسطينيين 48 إلى من وإلى المسجد الأقصى، من أماكن إقامتهم بيوتهم إلى عمارة المسجد الأقصى، لأن الصهاينة يضيقون يضعون عشرات نقاط التفتيش ويمنعون أعمار معينة وتفتيش يلي تفتيش وغرامة تلي غرامة، كل هذا بالحقيقة صرف الناس عن زيارة المسجد الأقصى، فقاموا بشيء عملي. لكن ذهابنا إلى هناك بالحقيقة هذا شيء مرفوض بالحقيقة، البعض بحسن نية أنا أقول بسذاجة يروج يقول لا خل نروح إحنا نزور المسجد الأقصى حتى نعمره، لا، الذهاب له وهو في ظل الاحتلال يعني القبول بسلطة الاحتلال. طيب هذا الأمر ما جعل إسرائيل، يعني ربما يقول قائل أن هذا الأمر جعل إسرائيل تنفرد بإخوتنا هناك. لا لا، أخواننا هناك، أخوتنا هناك، يعني كلهم المراجع الدينية، مفتي الأقصى، مفتي الديار الفلسطينية، الحركات الإسلامية، طيب هناك كلهم يقولون يا جماعة إحنا مو ناقصنا رجال وعدد، وإحنا موجودين وقاعد تشوفونا نطلع بالآلاف رجال ونساء، إذا تريد تساعدنا بدعائك لرب العالمين، بمخاطبتك للدبلوماسية حول العالم والسفارات، بالتوعية. لا بس هو أمنية كل مسلم أن يذهب للصلاة هناك. نعم، ولكن يعني تذهب له وهو مطهر بالحقيقة، وهو بالحقيقة محرر، يعني حتى الصلاة في الأرض المغتصبة في الإسلام بالفقه الإسلامي فيها بالحقيقة أقوال ونهي، وحتى الصلاة أداء الصلاة الواجب عليك إذا في أرض مغتصبة فيها بالحقيقة أحكام. هذا السؤال أيضا.